باهي نحب نقول للرئيس انسان انسان ما يعرفش يتصرف، انسان وعاودت وقلتها في القنوات الكل، انسان راهو ما يعرفش يتصرف، انسان يخرج من بلادنا. راهي البلاد هذيا بلاد الشباب، ماهيش بلاد السياسيين اللي ماهيش بلاد السياسيين اللي كان في بريطانيا وفي بلجيكا وفي انجلترا. وين هما في 2011؟ خرجوا معانا في 2011، خرجوا معانا في 2011 اللي ياكل فينا على كلمه جال لهنا، خرجوش معانا، ما خرجش معانا حتى سياسي. هشام المشيشي خرج معانا في 2011، ما خرجش معانا. نحنا باش نقعدوا هازينها بلادنا للسماء، باش نقعدوا هازينها وماناش خايفين من حتى سياسي ولا من دولة ولا من حتى أي إنسان في الدنيا هذيا. وكهو نحب نقول لبلادي بالرسمي الميساج متاعي، أخرجوا علينا يزيكم، يزوا مسرقتو، يزوا مسرقتو. توا سامحني يحكيو على إنه بن علي ما عنده حتى فرنك وما نعرفش نيا، يعني مجمدة فلوسه مجمدة. برو اطلعوا لسويسرا، اطلعوا لسويسرا شوفوا فلوس بنت وين، شوفوا نسرين بن علي، شوفوا حالة اوتيل كبير، اوتيل كبير.